الله الوالي رحنا زين المختار من اولاد فرج جامعه متوح اركوب 51 عام هذا العام الى شت الى بقى العمر 51 ودوزنا الحوايج اللي مزيانين في هذا الموسم ديال مولاي عبد الله كان فيها الاداب وفيه التقار وفيه الشرف ديال مولاي الخيل كانوا فراقات ما كاينينش كاين هذيك خزانه مولاي تركيزه وكاين القياطر واحد التاريخ كنا نجيو قايدين نجيبو معنا الحاشاكم الحمار علاش كنا الحا شويه هكا حداها نعم باش تشدو كاملين ونجيو نشلخو العود المراه حنا باركين هكايا والمراه الهين دايره الكانون هادشي فاش كتجيو للموسم ديال مولاي عبد الله كتجيو للموسم باينين هنا والمراه دايره الكانون ليه باش طيب الخبز وتفوق وروده الضو كان قليل ما كاينش الضو كاش ضو كانت لانبه لانبه داك داك الجي داير لانبه اللي ديك تاعت البرد وما دوك الناس دراو واش دايرين ديك لامبات تاع الغاز والشمعو هادشي باش ندوكتو هذاك الموسم المحرك كانت في المينيسا كيديروها بالعود ومغطينها بالباش دابا في كاين هنا دوك الخزاين الرسميين اللي مبنيين الخزاين الرسميين كان على الباش ولكن كانت الخيل قليله ما كايناش بحال دوك الفراقات ما كاينينش وكان الشرف ديال مولي الخيل خاطر كولاو شويه ذاك قضيه محاكه كلشي بنادم راه غادي يصابر وصافي بعد نجيو يعطيونا اول مره حطوا الكيح الهلالي حط هنا من جهه البحر هو اللي كان يمول مولي الخيل هو يعطي البارود يمون مولي الخيل يعطي العلف يعطي التبن يعطيك المهلي في مولي الخيل عاد العام الثاني اللي موراه سنين ولاو داروا المخيم من جهه البحر عاود سنين الاخرى حيدوا المخيم عاد داروا مالي الخيل داروا مقدمين مالي الخيل داروهم من جهه البحر هادشي انايا مدقزو راني ماجي الموسم انا باقي دري راه 51 عام باش مدقزها في هاد الموسم وعياو الناس يقولوا لي تطلع لفوق قديم وشد بلاصتك كنقول لهم لا خلوني نتحازى مع الدراوش هادي هي الجامعه ودركو حاليا انا باقي نركب دركو بارك الله مربي عندي الخيل جوج وباقي نركب انا ولدي شحال في العمر ديالك؟ أنا يا وريني 70 قل واحد تبارك الله نعم الله والدري معايا ما بيناش عليك 70 الحمد لله راني حنين الله يعطيك صحتك الله يطول في عمرك راه الشرفة ديما منورين باقي نركب وباقي نخدم الحاجة الواعرة ولا كان حاجة ما نبري على فلوس ما نبري على دنيا ما نبري حتى لحاجة كنبري على المواسم والخيم والصحيحة والهنا صافي بركة عليا ودركا معايا ولدي راك راه جايب للمدايا الذهبية من دار سلام 4 سنين تبارك الله أجل قول لي السمية ديال ولدك الماجدي وشعيب الماجدي وشعيب ولد المختار جايب الميدالية الذهبية اشرح لنا شحال من عام 4 سنين وكل عام على خو وراه جا 15 عام ولا 20 باش داز في دار سلام وباقي كيشارك دابا لا انا حبسته علاش ما خليتيه يشارك هذا العام ما بقاتش كيما كانت وقتية تبدلت صح نيت الله يصاوب حنا كنا نمشيو لدار السلام ما كاينش التوحيد ديال السناحات ولا ديال المكاحل ولا ديال اللبس ولا لا لابس هادي ركب هادي الاخر لابس هادي ركب هادي دابا ما بقاش ولا التوحيد ولا بدا ولات الحاله واعره ولات الحاله واعره ولا المقدم خاص واحد 6 مليون ولا 7 عايقه قوم مع سناحات ولا مكاحل وما تقيش وما تقيش ما كافيه لا ما كتفيش ما كديري والو حيت هذا الشيء ديال الخيل تورات من التورات القديمه دين اسلامي هذا متبعينه حنا ما في زوا ما في حتى حاجه كان الراجل بيقدر يركب بعد ركبه القباب القب ديال مول العود ما يحاجتش بعد كان ينوضوا الخيل وانتموا غادين كيتعلى لا طار لك القب من فوق راسك بعد نضربوا الضربه يتلافت فيك المقدم يقول لك غطي راسك كنتوش كديروا العصابه العصابه والقب ركوبنا حنا منعوت بالعصابه القب ديال الجلابه ما يحيدش دوكالا معروفين بالجلابه الجلابه والسلهام عز الركوب هو الجلابه والسلهام وكاين القفطان مع الحيك وكاين كذا وكان الراجل ما يركبش براسو عبر العصابه ولا كذا حتى التاريخ ديال بكري ديما مولي الخيل بتشوف العلفه غاديه كل هي دايره القباب حنت مول العود كيمثل طالب تاع الجامع
ما يمكنش ليه يكون قليل الحياة، وما يمكنش ليه يكون مغطي على نصو ونصو عريان. لا ديما طراه من العود كبر منه، باش بدير كف فوق العود يهقد ويغطي ولي صيقانه تهقد تهقد كسوته تركابته. هذاك هو الشرف ديال مولي الخير، ونطلبوا من ربي الله يستر العيب والله يحفظ الجميع. هما طالعين وليدات الحمد لله، تما يا اللي تبعونا وتصنتوا لينا طالعين وليدات الحمد لله يكونوا زوينين. امين يا رب. طالعين وليدات زوينين. انا كنفرح لهاد الدراري اللي كيزيدوا وكيتصنتوا، حين حنا غنموتوا كما ماتوا اللوبلين غنموتوا تحت. تخليها لولدك ان شاء الله، الله يرحم لوليداته وغادي داك الشيء. تما فين كنمرح نفرح انايا كنسيب بحال هذاك الدري نقول ليه خاصك عاود. يقول لي انا ما نعرفش، يقول لي جي عادي نعلمك تركب. يتعلم ساهل. انا غنحجد الا داز واحد يقول لك بلاصه فلان الله يرحمه، ديما تبقى تجبد في الخوي. عمر سميتك اللي كيموت الانسان ولكن السميه عمرها ما كتموت. اللي هانتي اللي مولف للمواسم وكاسب العود راه ما كيموتش، راه كيضرك. ها كيضرك. كندوز انا نقول اه فين كان ابني فلان الله يرحمه. ولا هذاك ولد من؟ ولد فلان. ولد فلان الله يرحمه. ولا ولد ولد فلان. ولا الله يرحم والديك. هادو هما الحوايج اللي يخليو الانسان يبقى. انا الناس اللي دازوا، الناس اللي دازوا معايا في الرفاقة اللقلة وكانوا راكبين معايا الله يرحم الله يرحم. كنقول انا الدورة نكون زوين ونخلي شي حد، ما الدورة راه عدت. لا لا باقي الحال عليك وباقي فيك حق وليداتك والله يطول في عمرك. باقي تبارك الله. ترى باقي راني خدت عاود عرب، خدت عاود عرب عاد ومجهد وبغاو يركبوا علي الدراري وبداو يضاربوا معاك. قلت لهم زقوا عليا انا ركب عليه. تبارك الله. هذه غادي هذه غادي. قلت لي غادي غادي ما وجد لك شدا. لا لا كاينه الرشاقه تبارك الله ما تخافش، ما يجي واحد اللي غليظ ولا كاينه الرشاقه. كاينه الخفه شويه. كاينه الخفه والله يعطيك صحيحتك والله يطول في عمرك. هي راه كاينه، راه قالت واحد المايا قالت لي الشيبان القليل تاع ركوب الخيل. راه كاينه تبارك الله. واش يعجبك مريم الحي؟ هذا الشيء اللي خلاه هو صغير وديما مبسوطين وديما ضاحكين. هذا هو ترفد وبالي والحافظ ربي وحداه وحداه هذاك كاحل عاد وعاد فين غادي وهاو 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 ها مكحل داروهم الاولاد داروهم ولادي ولادي هم صحة. هذه كاش هي القرنة، هذه هي الضربة ضربة نشرح عليها بحال كود وكما بقاتش ولا تقول لي الركوب تاع اليوم وليت ترفد المكحل. ما بقاش اللعب بالمكحل. الله بان اوجيال هذه تاتبان ماهيش تاتبان تاع عندك كلها. لا ابداو فيها تبارك الله عليك المقدم والله يعطيك الصحة. ماهيش تاتبان تبارك الله عليك تاتنا عندنا وضع وها 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 هم كحل داروهم الاولاد داروهم ولادي ولادي هم. هذه القرصه ديالكم ديال زمان ديال زمان. لكن لك عمي السياد السياد اي كنمحرك هنا اي كان تس الحوسي الله يرحمه كان بعد يجي بعد يجي للدار باق يقول لي والولاد الاولاد سياد هذا قرصو تبارك الله الحمد لله احنا متايبين لله الحمد لله اللهم لك الحمد الحمد لله. بغينا تكون الخلفه ان شاء الله احسن من احسن ان شاء الله الحمد لله. باقيين الناس باقيين الناس اللي محافظين على التراث وباقي الناس اللي كيلعبوا بالمكحله. بس اسمح لي هاد الحوار كامل قولي راه باقا كاينه البركه. شوفي الناس من كل بلاد بطله ما دير لما الناس كلهم ما عندهم ما يديروا كل شيء عنده ما يقضي. وشو سبحان الله العظيم عاد تجيك واحد سوي عاد تبطل ما تقضي وتجي الموسم وما تشوف الحباب وتشوف شكون الصبار في الدنيا صبارين في اموالي الخيل. انت يرفد رزق وليداته ويرفد كل شيء ويسد محله خلى جنين يبقى خلى حرايط يبقى خلى محل ويجي الموسم شحال يصير فيه. انا اللي خرج يبقى ما يجيب 30000 هز فيه غير الخيل. اي شحال غناكل هنا؟ هاريا وبتمشي تمشي فرحان يلقاك صاحبك وفلان جيتو على سلامتكم تبدا تخاصم عليه وتفرجنا شي فراجه تمك ما مشيتي معانا ماك تمشي فرحان.
شي فرحان خسر فلوس وغادي فرحان. واحد اخر يكون يبيع ويشري وما مسوق خايل ما مسوق ماسم الا مشى للسوق وما صبرش الافضل عشان يجي ما يجيبش لي 200 كيلو تاع الفول يجي يسوق مرتو. ولكن راه هذه هي البركه اللي مخليه كشري باقي منور الحمد لله وباقي الحمد لله بصحيح تقع على خير لله. وبخير الحمد لله. وهو هذا النشاط وهذا شوف راه هذا الماسم راه كيزيدوا في العمر. وانا راه عندي في الدار كلشي مبلي بالخير دراري عيالات حتى انايا وانا ابويا كان داير جوج خيل عقلت في جوج خيل حليت عين جافيه اتناسبت مع نسيبي بعاودو نسيبي نسابو بخيله طيب غادي داك الشيء انايا راكب راكب عمي السلام وراكب خالي وراكب بويا وراكب راجل عمتي ادور بعد ديولي الله يرحم الله يرحم عليهم خت بقات البركه سلام خويا سي عزيز شرفين دير سي عز بخير الحمد لله عبد العزيز هيا نقدم عليهم بقات البركه عدي الحمد لله درك اللي يعرف التاصيله ويعرف كذا كيقول لي ودي انت ميصل انت اللقلة عمي بويا خالي عاد من موراها بديت انا في ابو المراه تاعو بعاودو درك راه عندي سابقاني انا المراه الخيل قبل منينا لابوها على ابوها ابوها تاو داز بعاودو كان عندهم الخيل الوليدات صغار اما يحلوا عيني ما يوعدوا الخيل في البوكسه ولكن الحمد لله بليا زوينه بليا فيها لاجر وفيها النظار بالمغفره مع الحباب الحمد لله هذا هو الرباح ديالها الحمد لله تشوف الحباب وتشوف هذا والحمد لله يبغيو تبغيك حكومه تغوت عليك تصيب باش تلقى قالك الخيل جيده وتبركك مع الجواد الله يرحم والديك يبغيك مخزن يصيفطك هذا استعراض هذا كذا هذا البلاد اللي ما فيها خيل ما فيها كبار القبيله ما فيها حتى شي حتى شي حاجه وشكرا لك على هذه المعلومه الحمد لله حنا متيبين لله وتحيه لكم حنا متيبين وتحيه كنشكروك المقاديم ديال المغرب كامل ما نجح حتى للقويره الله يوليهم برحمه الحمد لله حنا كنايدو كنشكروا الناس اللي كي اللي كيعرفونا بحال هكا وكيديروا معنا البحث بحال هكا البرقي ديالي دايز راه اللي قلت لك شريت راه دايز تبارك الله البرقي كيجي كيتنخور نشوف لك مالو تعال ليا تعال ليا ادور لي ابو شعيب تبارك الله اللهم بارك هذا هو البرقي الحاج هذا هو البرقي تبارك الله هذا ولدي تبارك الله اللي يركب معايا شتي هو هذا كراش بعد العوده بعد العوده هذا هو اللي قلت لك راه جايب الذهب من 4 سنين هذا قدري تبارك الله هذاك الولد صغار منه تا هو يركب هذا الله يسخر لهم تبارك الله هادو كلهم وليداتك الحاج وناديه وهذوك العودان ديالك بجوج ديولي تبارك الله عليك الدري هو اللي جايب الذهب يركب اش غيدوم فين غادي نبيهم دابا غادي يعوض هذا هو العود ديال بالمختار ياك تحية بالمختار الله يحفظك الله يكفاك انت ولدو تحية لكم اخويا الله يسخر الله هما جايبين هذو الخيل ديال بالمختار تبارك الله اللهم بارك غيهبطوهم يعوموهم تبارك الله هذو هما الخويلات ديال بالمختار جماعة وراد فرج البرقي تبارك الله اللهم سخر
الله يسخر اخويا. ما يكبل الله عارف حالك. هنا فين كتعوموا الخيل ديما؟ هنا في هاد البلايصة ما كتمشوش ديك المرة يصلي ليه؟ كيكونوا الخيل ديما كثير؟ كيكونوا الخيل مجموعين هنا. مع شنو لقيتي اللي كيكونوا فيها؟ مع شنو الصباح كاع؟ 8:30 كيكونوا هنايا. هادو هما الخويلات ديال با المختار اللي كنت معاه في الوثائق دابا اللي هضر لكم على التبوريده، وهضر لكم على التبوريده تاريخ تاريخ ماشي التبوريده ديال دابا. وتبارك الله. لا لا ما سكتش. وتبارك الله بحال هاد الناس راه مقلال وما بقاوش، وكنقول لي با المختار الله يعطيك صحيحتك والله يطول لينا في عمرك، ونجيو كل عام الموسم ولا عبد الله ونبقاو في صحه جيده. هذا راه الابن ديال قال لي راه جايب الميداليه في دار السلام. اش من عام؟ 2008 2009. فئة الصغار وحصلتي على الميدالية الذهبية جوج ديال المرات. تبارك الله. متتالية. تبارك الله. وعلاش دابا ما بقيتيش كتشارك في دار السلام؟ كبرنا. ولا واخا كبرتي؟ ما بقى الصعوبة ديالنا، ما بقى حتى الصعوبة ديالنا، حنا كنتحكموا. صافي فهمت. كنتقصاو عام من هنا. عام من هنايا. ويا يجعل الله خير نشارك فهمتي. الانسان ما يقطعش الامل ديالو، الانسان يشارك ويجيب الله التيسير. وكنشكروا هاد لا 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 التصاور وهاد الناس اللي وقفوا معانا واللي تصنتوا لينا، وهذا حنا كنبغيوهم كيأيدونا وكنأيدوهم. شكرا. الله يجازيك بخير. ومعكم سعاد تي في التبوريده. الله يجازيك بخير. تحيه ليكم. الحمد لله.